ابن الكلب الحرامي في نفس التاريخ. مصمم يستفزني، مصمم. هنوريكم أصعب وقعة في تاريخ تصوير الكاميرات بتاعتنا. أنا اتسرق وحياة أمي، زي ما أنت متعلم الدفن لازم نعلمك تخش المشرحة الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة. رجعنا لنفس التاريخ، رجعنا بنفس التاريخ السنة اللي فاتت. لو انتم مركزين معانا ارجعوا على القنوات بتاعتنا هتلاقونا في نفس التاريخ ده منزلين حلقة عن الغراب. الغراب اللي بيجي للحمام وكان بيسرقه وبيسرق البيض وبيسرق الزغاليل الصغيرة وبيسرق الحاجات دي كلها. الحمام يا جماعة معروف ان في الوقت ده كده بيكون كويس جدا، كل الناس اللي عندها حمام في المواعيد دي بيكون الحمام كويس جدا وشغال وبدأ يفرخ وبدأ ينتج وبدأ يبيض بيض والبيض يطلع زغاليل والحاجات دي. بيجي ابن الجزمة الحيوان الغبي، هنقول ايه، مش غبي ولا حاجة، ده بتاعي ناس كمننا، بيجي في نفس التاريخ ده يستغل الفترة دي ويبدأ ان هو يسرق الحمام والزغاليل. دلوقتي زي ما احنا شايفين الكاميرا دي احنا حطيناها في غيط الحمام فوق، حطيناها من السنة اللي فاتت وكانت العقبة برضو هو الغراب. هنشوف دلوقتي وهنشغل الكاميرا وهنوريكم الحوادث اللي الغراب عملها النهاردة. بس النهاردة بقى كنت انا عامل له كمين، الكمين مش شبكة، السنة اللي فاتت كنت عامل له شبكة ولما قفلت الشبكة عليه لما دخل الغية طبعا من بعد موضوع الشبكة ما جاش تاني. واعي ابن الكلب واعي. طبعا يا جماعة المرة دي بقى عملت له حاجة ألعن من الشبكة. طلعت فوق في الغية من يومين بالظبط، لميت كل البيض اللي تحت الحمام. لما جاي يوسف قال لي يا بابا أنا لقيت أربع زغاليل مضروبين فوق وميتين، ولقيت في حمام البيض بتاعه متاخد. فقلت له طب يا يوسف انا هنعمل حاجه كويسه، لميت البيض اللي تحت الحمام كله، رميت البيض اللي فيه زغاليل رميته علشان انا كده كده هو هياكله، لقيته مكسر بيض منه كمان. والبيض اللي كان لسه الحمام مطلعه اللي هو لسه ما مسكش او ما فيهوش عرق دم، تمام، مسكت البيض ده حقنته بالسم، حقنته بالسم. الكلام ده كان اول امبارح بالليل، امبارح يعني انا حقنت امبارح الظهر، تمام، وطلعناه الغية وحطينا في كل بياضة تحت الحمام بيضة، طبعا الحمام مش هيرقد عليها. حطينا خمس بيضات في الغية النهاردة الصبح طلعنا ما لقيناهمش. قلنا نرجع للكاميرات ونشوف هل اللي كان البيض فران ولا الغراب اللي هو مضطهدنا بقاله أسبوع. تعالوا دلوقتي نشغل الكاميرات، الكاميرا احنا عاملين لها ستوب، تعالوا نشغل الكاميرات كده تمام ونشوف الغراب عمل ايه معانا. تمام زي ما انتم شايفين احنا عاملين ستوب، هنبدا نشغل. ركزوا كده معانا يا جماعه، الحمام واقف في امان الله، تمام، الحمام واقف اهو في امان الله. الكلام ده كان الساعه 6:43 دقيقه الصبح، تمام. ركزوا، الحمام هيهيج، بدا يهيج، الكاميرا اتلغوش عليها، تمام، لان هو غيته ان هو بيقف فوق الكاميرا، هو غيته لما بيجي يقف فوق الكاميرا هو لغوش على الكاميرا. خدوا بالكم يا جماعه اهو وصل الحرامي بيبص الاول وبيشوف ايه اللي فوق اهو، شايفين، بصوا بيعمل لهم هيجان، الحمام كله بدا يهيج اهو. الكلام ده كان الساعه 6:43 دقيقه، تمام، طبعا واقف يامن الاول، نزل الغيه، شايفين بيجري ورا الحمام اهو الحرامي ابن الكلب الواطي اهو، شايفين بيبص هنا، بيبص في السلكات عايز يخش ينقي، شايفين، بصوا بيدور على زغاليل اهو، شايفين بيفتش، طلع ورا الحمام فوق. عارفين بيعمل كده ليه؟ بيعمل عمليه تمويه، بيشوف في حد في الغيه ولا لا، هل هيتمسك ولا لا. طبعا واقف فوق اهو بيبص تحت، هينزل تاني دلوقتي اهو، نزل اهو، تمام. يا ابن الكلب يا زباله، دخل هو السلكه اهو، شايفين دخل السلكه بيتعارك اهو مع حاجه جوه، شايفين هيطلع وهيخش تاني، في حاجه بتتعارك معاه جوه. دي حمامه كانت راكده على البيض على فكره، اللي احنا دي ما كناش شلنا البيض بتاعها اهو، اهو هيمسكها. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، شايفين المنظر اهو، ماسك الحمامه ازاي برجليه الاثنين، شايفين عايز يخرمها ويقطعها. بصوا الحمامة هتجري منه على فكرة، شايفين بيعمل ايه؟ عايز يموت الحمامة، بصوا مش عارف يمسكها أهو. ده كان في الأرضية، احنا قلنا ده في الأرضية، تمام،
فوجئت بقى بحاجه غريبه، ان في غراب تاني كمان، يعني اتنين. الحمام فوق قلقان اهو، بص بص واحد تاني ده اهو، شفتوه اهو، شايفين ادي واحد فوق وواحد باين اهو منقره باين اهو، طبعا بيحاولوا يمسكوا الحمام. نركز بقى هنا كده، طبعا احنا حقنا البيض بالسم يا جماعه، نركزوا كده. طبعا واقفين فوق اهو، شايفينه شايفينه واقف فوق اهو، والحمام قلقان، والغراب كفيل ان هو ممكن يطفش الحمام، الحمام ما يجيش المكان بتاعه تاني، لان طبعا الحمام لما بيحس بالتهديد. تمام اهو، هنبدا ان احنا نجري شوية عشان وقت الحلقة. طبعا ما كانش يعرف ان انا عامل له كمين وحاطط له في البيت سم. طريقة حقن السم بسيطة جدا، ممكن تجيب سرنجة بيطري بسن تخين شوية وتحقن السم في البيت، تفضي البيت كله. ما عليك ان انت هتفضي البيت كله وهتحط عليه باكو سم اللي انت فضيته وتقلبه، وبعد كده تعبي البيت تاني. بصوا هنا يا جماعة، خدوا بالكم خدوا بالكم، بياخد ايه؟ بياخد البيض اهو اهو، شايفين هنا اهو اهو، شوفوا خد البيضة، شفتوها؟ اهي في بقه اهي، خد البيضة ومشي. البس البس عشان خارجين يا ابن الجزمة، حرامي حرامي يا ابن الكل. واحد تاني اهو، شفتوا واحد؟ في واحد خد بيضة ومشي، وهيقول له بقى انزل يا رشوان خد حقك قبل ما تمشي. ليه انت حوروا علينا يا ولاد الكل؟ عرفت فكرة السم؟ حلو. اه انا قلت لك هو لما يخلص الزغاليل هينقل على البيض. هو بيشتغل على الزغاليل الأول. يخلص الزغاليل يجي بعد كده ينقل على البيض بقى، لأن ما بيعرفش يمسك الحبايب الكبير بيهرب منه. أيوه صح. آدي يا جماعة، طبعًا خد البيضة ومشي. وهو خلص الخمس بيضات اللي إحنا عاملينهم، خمس بيضات عدد شوية. إحنا بعد كده هنعمل له خمسة تاني، واحد تاني أهو، أهو جاي يدور برضه. طبعا احنا حاسين ان هو بياخد البيضه في اللي فيها سم وبيجري. تمام، يعني ايه؟ مش عايز حد يشوفه. ابن الكلب الحرام الواطي. ما يلاقيش الا ابو نور الغلبان يعمل معاه كده. طبعا ده امر طبيعي يا جماعه على كل الناس اللي مربيه طيور او مربيه حمام، سواء الغراب سواء الصقر سواء الحاجات دي، فدي حاجه عاديه بتحصل مع كل الناس اللي مربيه الطيور. طبعا ما تنسوش كمان ان احنا في اماكن زراعيه هنا. تمام، وطبعا وجود الحمام في الاماكن دي بيكون ملفت لانتباه اي طيور جارحه. طبعا الغراب بيعتبر من ضمن قوائم النسر والصقر والحاجات اللي بتتغذى على اللحوم. تمام، يعني الغراب زيه زي الصقر بيتغذى على اللحوم. اهو نزل تاني، واحد تاني نزل اهو. طبعا زمان اللي كان البيضه مدروخ دلوقتي وبيقولوا انقذوني يا خلق اهو، هيطلع على المشرحه، يبقى يروحوا بقى اهله ياخدوه من المشرحه. طبعا مع تكرار الموضوع ده هنكرر الموضوع بتاع السم ده تاني لحد باذن الله ما يبقاش فيه اي حاجه. تمام اهو اهو، شايفين بيأمن منين؟ شايفينه يا جماعه فوق اهو بيأمن اهو، اهو داخل يفتش ويدور. بصوا طبعا داخل يفتش ويدور اهو، خد بيضة اهو، خد بيضة يوسف سليمة، مش اللي هي فيها السم، من الجنب التاني، من الجنب التاني. احنا كده يلزمنا بيض بقى، اي بيض ينبض فوق تجيبولي تحت على طول. اه طبعا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نحقن البيض سم وهو فيه عرق دم. اول البيض ما ينبض ينزل لي على طول، يعني اوي حد يطلع الغيه فوق يلاقي بيضه يجيبها لي هنا على طول. تسيبوها تحت هنا، ما تزعلش البيضه لو انسابت يوم او يومين. طبعا احنا كده رجعنا بالخطا. تمام، طبعا يا جماعه بالطريقه ديت تمام باذن الله هنقضي عليه. هنقضي عليه ازاي؟ ان احنا هناخد البيض بتاع الحمام اللي لسه صابح، هنخرم البيضه خرمين بسن الابره ويكون الخرمين قريبين من بعض، وهنفضي الصفار او السائل اللي فيها في علبه صغيره.
تمام، وبنحط عليهم في الاخر سواء 5 بيضات او 6 بيضات او اي حاجه زي كده، بنحط عليهم باكو سم فران، وسم الفران متوفر، وبس لازم تاخد احتياطاتك لان سم الفران ماده فيها سميه عاليه جدا ممكن تاثر على عليك انت بشخصك، تمام؟ فلازم تكون لابس جوانتي، لازم السرنجه او الادوات اللي انت تستعملها ترميها بعد كده، ما تستعملهاش في اي حاجه تانية، تمام؟ ولازم تاخد احتياطاتك في التعامل بالطريقه دي. هتحقن، هتكب باكو سم فران على السائل اللي انت فضيته من البيض وتقلبه كويس، وبعد كده بالسرنجه هتبدا تسحبه وتفضيه في البيض تاني، تملى البيض تاني. لما بيجي هو يسرقه بياكله بطريقه عفويه وبياكله بسرعه عشان ما حدش يشوفه، طبعا مش هيستطعم بالسم لان بيكون في قشر بتاع البيض هو بيسيبه في الاخر، هو كل اللي يهمه اللي جوه البيضه. بالطريقه دي ممكن تنتقم من فار، تنتقم من غراب، من اي حاجه زي كده ان انت عامل له كمين في البيض. تحياتي ليكم، اكيد كده شفنا المشهد اللي قدامنا ده. تحياتي لكل متابعينا، احلى مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.